والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. الشأن الاقتصادي تنضم إلينا فيها الزميلة ليلى عمر. ليك ليلى. شكرا لك رجائي رمزي. شكرا سحر ناجي. وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص بهدف دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تشمل الاتفاقيات إقامة مشروع لصالح الشركة يستهدف إعادة تدوير البلاستيك وتصنيع أنواع بلاستيك أخرى معاد تدويرها يصلح استخدامها في مجال الغذاء وصناعات أخرى بتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار، مع إقامة مصنع للملابس الجاهزة بتكلفة تتجاوز 150 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع في مجال الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار. كما تم الاتفاق على إقامة مشروع مصنع أدوية بتكلفة استثمارية تتجاوز 1 مليار جنيه مصري، وإقامة مشروع صناعي بتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية إطلاق المنصة الرقمية إي تبادل، وتستهدف المنصة الترابط الصناعي بين شركاء نجاح الهيئة والترويج للمنتجات، وذلك في إطار تعزيز مناخ الاستثمار ودعم رؤية الدولة المصرية الهادفة لتوطين الصناعة والتحول الرقمي. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري ومحافظة القليوبية بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية مورجانا بمدينة القناصر الخيرية. تضمن البروتوكول أن يتم طرح المنطقة للاستثمار لتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن. يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين مختلف أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مدبولي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي أشار إلى أن السوق المصرية ما زالت تشهد رغبة من عدد من المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى ما أبدته عدة شركات تركية لإقامة المزيد من توسعاتها في مصر، فضلا عن العمل حاليا على الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإعداد دراسة جدوى اقتصادية على أعلى مستوى لتنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب. تتضمن الدراسة تكلفة التشغيل والإدارة، وكذلك مراجعة التصميمات وعرضها على مكاتب عالمية متخصصة، مع بحث الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض تفاصيل المشروع القومي الذي يمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية في مصر، ويحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، إذ طغى القلق بشأن توقعات طلب النفط العالمي على التوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط ومخاوف أخرى بشأن الإمدادات في أعقاب هجوم على محطة روسية لتصدير الوقود في مطلع الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتصل إلى 79 دولار و92 سنتا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 74 دولار و66 سنت للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 65
0.40% لتصل إلى $2.62 للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.2% لتسجل $2.51 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بحث وزير البترول طارق الملا مع السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والهيدروجين والوقود الحيوي والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات. وخلال اللقاء أكد الوزير أن هناك تعاونا مثمرا مع عدة شركات هندية تعمل في مصر، منها شركة تي سي آيسنمار والتي تسهم في تحقيق نجاحات في مجال البتروكيماويات وتتوسع في استثماراتها ومشروعاتها في مصر بالتعاون مع شركات البتروكيماويات المصرية. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرجاء وسحر لاستكمال النشرة، إليكم. شكرا لك ليلى عمر.